الأهلي يتعادل مع الجونة بدون أهداف ويهدر فوزا غاليا. كابتن شريف، نقطتين كمان ضياع. مسلسل ضياع النقاط من النادي الأهلي علامة مش كويسة. يعني إنك تبقى بتلعب 90 دقيقة أو أكتر بتفشل إنك تحرز هدف، بتفشل إنك تروح كل الفرص السهله. ده النهارده انا بتفرج على فرص ما جاتلناش في ماتشات قبل كده. جت الماتش اللي هو اللي قبل اللي فات، قبل لا مش زي دي كمان سموحة. لا 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 بالظبط نفس الفرص. الكره الاخرانيه مثلا دي ما فيهاش اي حاجه، لا بقوه ولا حاجه، يحطها في اي حته جول. ده جوه خط السته يعني، من اي لمسه جول. كويس، اي تصرف من المهاجمين بتوعك ما فيهوش بقى حاله بدنيه ولا في اجهاد ولا في اي حاجه. ده عدم تركيز في انهاء الهجمه زي ما قلنا في اول شوط. لا ده عدم تركيز في كل حاجه. يعني انا راجل مستني الكره دي 90 دقيقه، لو كل لعيب فينا جات له كره زي دي وتصرف فيها تصرف واحد صح نطلع كسبانين 5-6. عشان تكلمني على الاداء الفني بتاع المباراه كلها، اديك بتلعب وبتباصي النهارده واطرافك بتنطلق، مش قادر توصل لغايه نهايه الخط، اهو بتلعبها من قبل ما توصل لمنطقه الجزاء، عندك جميع الفرص وجميع الاشياء المتاحه، حتى الفرقه اللي قدامك مدياك الفرصه تماما جدا. لا شايف انا حد ماسك مارك ولا بيضايقك ولا حاجه، انت اللي بتفقد الكره بسهوله، انت اللي بتتعامل جوه منطقه الجزاء برعونه شديده، بشكل زي ما يكون خايف تضيع الكره على طول، وكل ما الكره تجيلك انت مش عارف تتصرف فيها. انت لو استلمت الكره ووقفتها الناس كلها هتتفرج تشوف انت عايز تعمل ايه. لا عندك حاله اهتزاز دايما في جوه ال 18. لعيبه بتاخد، لعيبه موجوده، تغييرات حصلت، صبرت على لعيبه في الملعب على اساس انه يبقى في اداء وفي تطور، ننزل دم جديد من الفرقه اللي قاعده بره، كلهم زي بعض في نفس الشكل، كلهم جوه منطقه الجزاء، مساعدات جوه منطقه الجزاء موجوده، انما التنفيذ مفيش تنفيذ. التنفيذ بعيد عن المرمى، التنفيذ في حاله عدم ادراك بالوقت، عدم ادراك بهجمه اجريسيف، هجمه تبقى انت داخل عايز تاخد الثلاث نقاط. روح يعني مش عارف، يعني انت ماتشات زي دي ايمن كتير قوي ممكن تترد عليك كره جول زي ما حصل كده، اتشطت كوره كان ممكن تخش فيك جول وروح ثلاث نقاط مش النقطتين بس. فلعبت كوره النهارده واديت وكل حاجه، بس مش عارف تخلص الماتش بتحركات داخل منطقه الجزاء، بتنفيذ رؤية اللعيبة لبعض. محمد شريف بيصلح الكرة لعلي معلول في وضع علي معلول غير متوازن تمام. طب ما توقفها وتاخدها لنفسك وتشوط او تديها للي ورا علي معلول، مش لازم علي تركيز بره، تفكير بره خالص. لازم اعادة لم الشمل في الحتت دي، وتاكتكس وعرضيات وكلام من ده، واللعيب بقى يتعود تحت ضغط. يعمل ايه النهارده؟ مفيش ضغط، مفيش اي ضغط خالص، انت بتلعب كره سهله جدا، لدرجه ان سوليا اللي هو مجهد جدا ها واقف في الملعب وبيلعب 90 دقيقه وبكره بتجيله وبيحاول يقعد عليه ان هو ما فكرش انه يروح لغايه 18 ويجرب بتصويبه. النادي الاهلي ما بيصوبش ولا كوره في ال 90 دقيقه ولا كوره. حيلا هي بتاع طاهر محمد طاهر اللي دخل جوه ال 18 بدل ما يلعبها بالعرض راح شايطها في الجول من زاويه صعبه جدا انها تتشاط. فأنا زي كل الناس يعني مش موافق على الشكل ده، مش موافق على إنهاء الهجمة بهذا الشكل أو السهولة في إهدار الفرص، في إهدار الفرص، السهولة إن أنا أقدر أكسب في أي وقت. لا مش هتقدر تكسب في أي وقت، أنت تكسب وبعدين نتكلم. أنت تجيب أهداف، أنت الناس تشتغل إيه؟ انا راجل فيرود بشتغل ان انا لازم اصنع اهداف واجيب اهداف واعمل كل حاجه كسب فرقتي، ده شغلتي في المباراه. يعني انك بتضيع الماتشات كده 3 بونت في 2 بونت في، انت ما تعرفش الدنيا ممكن تحصل فيها ايه. لا وبعدين ما نرجعش نقول اصل كل حاجه هتحصل حصل فلان عمل مش عارف ايه. لا لا دي لعيبه لازم تقف على رجليها كويس قوي وتخلص الماتشات، انك بتعرف توصل. هو الميكانيزم ايه؟ ان انا اوصل لغايه منطقه الجزاء، انا بوصل منطقه الجزاء ومش عارف اخلص الماتش. دي حكايه بقى
لازم اللاعب نفسه يقعد مع نفسه كده ويركز كويس قوي. بيلعب في النادي الاهلي مش بيلعب في اي حته ثانيه. ده النادي الاهلي يعني ما عندناش حاجه اسمها تعادل. تلعب جوه زي بره زي في اي حته، امال انت البطل ازاي؟ بنقعد نتكلم ونشيد، لا ما تضيعوش الحكايه. في دوري سهل قوي كان في ايدك انك انت من خمس ست ماتشات، والترتيب بتاعك العام كمان انك انت بتفقد كل شويه، انت بدل ما بتفرق يا دوبك هتروح يعني حتى الماتشات اللي جايه انت مش عارف هتعمل فيها ايه بعد كده لو بهذا الشكل. والناس ليها حق انها تتكلم، والناس ليها حق انها تقول فين عايزين تطوير، عايزين سكواد تاني، عايزين حاجات كده. كل شيء بقى متاح بعد الشكل اللي انا شفته النهارده. كابتن علاء، شفنا الشوط الثاني سيطره من النادي الاهلي، خلق فرص، رحت للجول، ما جبتش جول في الاخر. انت مسيطر الشوط الاول والشوط الثاني. بص يا ايمن، انت اداك عشوائي من الاخر، مسيطر بس سيطره عشوائيه، حتى ما تروح للجول بتروح بكور عشوائيه، ما فيهاش اي تناغم، ما فيهاش اي تفاهم، ما فيش حاجه خالص. حتى الكرة الأخيرة اللي جت لحسام حسن هو كروس معمول بس. لكن أنت شكلك النهارده الهجومي إيه؟ يعني أنت بدايتك الهجمة إزاي؟ شكلك الهجوم إزاي؟ عايز توصل للمناطق الخطر إزاي؟ بكور طويلة، تمريرات مقطوعة كتير، مع الاحترام الكامل للجونة. النهارده أنت بتلاعب تقريبا لحد اللحظة دي أسهل فريق أنت قابلته. أسهل فريق قابلته، يعني المباراة السابقة مع بتروجيت، مع الاحترام الكامل بتروجيت، كان أصعب من ده. النهارده انت قابلت فريق سهل، فريق كلنا اجمعنا في الاستوديو من بدايه المباراه لازم ضغط من اول مباراه تجيب هدف، عشان يا ايمن ما تجيش اللحظات الاخيره اللي في المباراه ويحصل التوتر قدام المرمى. ده كل اللي حصل ده في الاخر، يعني كره حسام دي متوتر، الفرود او المهاجم متوتر قدام المرمى، وانتوا كلكم عارفين الكلام ده، التنفيذ بقى صعب، التنفيذ غلط. يعني حسام لو شاف الكره دي هيستغرب نفسه انا عملتها ليه كده، لاني خلاص الوقت عدى وانت متوتر وبتدور على مكسب. النهارده التعادل بتاعك يعتبر خساره، لانك انت في سباق في الدوري مع فرق كلها عايزاك تخسر مش نقطتين، نقطه. فالنهارده انت رحت بمنتهى السهوله مفرط في نقطتين النهارده في السباق الطويل اللي قدامك. فانا ما ينفعش الفرق الكبيره زي النادي الاهلي المباريات اللي زي دي لازم تحسم بدري طبعا. ليه؟ عشان ما توصلش للمراحل الاخيره تبقى كده. يعني كابتن شريف بيقول احنا بنوصل والاطراف شغاله وكل حاجه، بس ما هي شغاله من اول، شغاله من بدايه المباراه. يعني هات لي اي لقطه عشوائيه من بدايه المباراه لحد النهايه فيها مثلا شكل دفاع الفريق جونه، او بيقطعوا عليك، او بيضغطوا عليك، كل حاجه متاحه والمساحات موجوده. بس انت لما بتوصل، انت بتوصل كده، لكن بمحض الصدفه زي ما بنقول، بمحض الصدفه. غير ان في حاجه غريبه جدا، التفاهم ضايع خالص. في كور النهارده اتنين بيخشوا على بعض مش شايفين بعض، والكور دي جول على فكره. ونفس الكوره دي يا كابتن شريف لو انت فاكر، السوليه مع علي معلول، مش المباراه بتاع بتروجيت اللي كانت قبلها تقريبا. أيوه. كانت مش عارف مباراه الزمالك او حاجه زي كده، كان لازم يسيبها له وهو بشماله، وهو جاي على شماله، عمرو لفاه وعملها. فالحاجات دي كلها فتحي النهارده وشريف النهارده نفس الكلام، الحاجات دي كلها تركيز، لازم تركز، لازم تشوف زميلك، لازم تبقى شايف المنطقه اللي حواليك ازاي، عايز هدوء شويه. لكن انت وصلت المباراة للحظة توتر، كل قراراتك للأسف كلها غلط للأسف. غير كده يعني في لقطة تقريبا بتاع الشبراوي اللي الكرة لبست فيه وراحت هو الشناوي عملها، انت كنت ممكن تخسر ثلاث نقاط النهارده، اللي هو الشناوي اتعامل معاها بامتياز طبعا. فتخيل انت فريق بيلعبك عشان كرة زي كده، يعني الجونة النهارده كل اللي بيدور عليها أيمن كرة زي دي، تمريره بالعرض لخالد قمر، مش اكتر من كده. وكل اللي بيعمله عايز الوقت يعدي، بس كلكم انت كمان ساعدته ان هو يحرق الوقت بكوم تاني خالص. انت جيت عليك وقت في المباراه، بحس ان يعني والله بدون مش قصدي حاجه، بحس ان المباراه وديه يا جماعه، ده انا بدور على مكسب. ايه ده؟ ده انا لازم كان بالظبط نص الشوط الثاني الهدف اتاخر، الملعب بقى يبقى يعني نار، شعلة نار. كابتن شريف بيقول شعلة نار، انت بتدور على مكسب. لا، الريتم هادي اخطاء، هادي اخطاء، وقت بيعدي، فجأة لقيت نفسك بتلعب في الوقت بدل الضايع. فابتديت بسرعة، عايز كل حاجة بسرعة دي في كرة القدم بتسوي اخطاء. السرعة مع توتر بتسوي اخطاء، قرارات غلط.
فانت اللي وصلت نفسك يا ايمن للمرحله دي او الموقف ده. المدرب بره، متفقين على الكلام ده كله عشان مش حد ايه من عباقره الكوره يقول لك المدرب، لا المدرب ملوش دعوه بالكلام ده خالص، المدرب بس مسؤول عن التغييرات، وما اعتقدش التغييرات كان فيها حاجه غلط، بالعكس الناس كلها نزلت ما 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 ما, ما فيش مشاكل. لكن ادائك النهارده، حماسك النهارده، رغبتك النهارده، لا دي لعيبه بقى، دي لعيبه. لو حتى هو مش قادر ولسه طبعا وصلش ان هو يتكلم معاهم ويشد اللعيبه كويس قوي، لازم هو من جواهم. ما ينفعش يا ايمن، ما ينفعش يا جماعه، ما ينفعش، ده جرى انذار من بدري، لازم كل مباراه تحسم من بدري. الفروقات كبيره جدا 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 بينكم الفرق، بس الفروقات بتتساوى لو الاداء زي كده النهارده. النهارده ادائك عشوائي، هادي، بطيء، النزعه مش موجوده، الرغبه في المكسب مش موجوده، ال 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 النادي الاهلي، النادي الاهلي انت بتمثله مش موجود. ايه ده، شخصيتك فين النهارده؟ مفيش شخصيه النهارده يا ايمن، دي حاجات ما تزعلش يا جماعه. انت النهارده فاقد الحاجات اللي هي بتعليك كنادي اهلي، رغبتك وشخصيتك ونزعتك وشراستك الهجوميه، كل ده مش موجود. موجود منه بالظبط 40%، 40% ما تعرفش تكسب ماتشات زي دي، والمباريات اللي زي دي هي بتضيع منك البطولات. لو نرجع كده بالذاكره السنه اللي فاتت بالظبط، والثقه بعد كده بالظبط، ما هي ادام بتضغط نفسك السنه اللي فاتت، نفس المباريات السهله دي هي بتضيع منك البطولات. لازم يا جماعه نتعلم، طول ما انت في الملعب بتتعلم، كره القدم دي كل دقيقه بتتعلم. موقف ده عدى عليك السنه اللي فاتت، بس انت لازم تاخد بالك، مش كل مره هتتكرر فيها نفس الموقف تبقى فارق. ومباريات زي دي مضمونه، في مباريات كده ما تمسك الجدول يعني طبعا كل ان كده انت كده بتاع ربنا، بس انت مضمون، دي ضامنه. وبعدين النادي الاهلي بيمسك الجدول، يعني مين هي ممكن يعني النادي الاهلي يقول لك لا ممكن اخد نقطه او لا؟ مفيش مين بينافسك، يعني مثلا ممكن المنافس التقليدي بتاعك الزمالك، وممكن وبيراميدز يخش بعدهم شويه، لكن باقي الفرق معلش مع احترامي الكامل ليها متاحه تماما. فالنهارده من المباريات اللي المفروض ترجع بثلاث نقاط بهدوء، من غير تعب، من غير مجهود جامد قوي زي اللي انت عملته. وبعدين نرجع نقول ايه؟ مجهود اجهاد. ما هو انت هتحط نفسك في الاجهاد، يعني تبذل مجهود مضاعف بالظبط. ما انت عشان عايز تكسب، طول ما انت بتجهد نفسك زياده، يعني انا بقى تعبان فعايز اكسب، فبعمل مجهود زياده قوي، بعد كده بتعب زياده. انا ربنا عرفوه بالعقل، طب ما انا ادور على مكسب سهل عشان انا وانا في الملعب ابقى مريح نفسي، لكن مجهود زياده، شد عصبي جامد جدا، مجهود ذهني فظيع، مجهود بدني، ما انا بضغط على نفسي انا عايز اكسب. النهارده اخر ثانيه كله بيجري لحد الدقيقه 96، كله بيجري وكله عايز يكسب وكله. طب وبعدين؟ طب ليه ما عملتش الكلام ده من الاول؟ ليه اوصل نفسي للموقف ده؟ ليه؟ يعني ليه؟ مع اصل لو مثلا كان الفريق مقفل معاك قوي، انا موافق، لكن احنا بين شوطين اتكلمنا كلنا، الملعب متاح كله ليك يا ايمن، الملعب صغير ومش يعني الملعب كمان على صغره، لكن المساحات موجوده والفرص موجوده، لكن رغبتك ونزعتك وشراستك هي دي اللي مش موجوده عندك النهارده. حسيت بيها في الاخر خالص لما بديت عايز اكسب، ففرص بتضيع وضغط وكده، لكن دايما تقول الحمد لله الحمد لله، تقفل الصفحه بتاعت النهارده. بس ارجو ان الناس تاخد بالها، المباريات دي هي اللي بتضيع بطولات. صحيح. طيب كابتن اسامه، احنا كل ماتش بيحصل فيه طبعا ان احنا بنخسر نقطتين، تعادل او هزيمه، بنقول بنقفل الصفحه، ولكن ما احنا لازم نتعلم من اخطائنا. يعني احنا مازال مثلا مسلسل ضياع الفرص مستمر، يعني هنقول ان انت ضاعت منك البدايه الشوط الاولاني، ولكن انت سيطرت الشوط الثاني، جات لك اكتر من خمس ست فرص، بس طريقه التعامل معاها يعني انا مش عايز اقول سلبي عشان ما يبقاش يعني، بس محبط بالنسبه لينا وبالنسبه للجماهير. مظبوط. اولا انت بتلعب فرقه الجونه مع احترام الكامل ليها، الجدول بيبين كل حاجه، كسبانين 6 ماتشات، متعادلين 3 مرات، وخسرانين 13 مره، ليهم 20 هدف وعليهم 29 هدف. لما تقول 20 هدف 29 هدف، هم خامس اضعف هجوم، يعني في بس اربع فرق يعني قريبين منهم، اللي جاب 19 واللي جاب 20، يعني في 29 هدف عليهم، هم في برضو خامس اضعف دفاع، يعني سموحه 30، المصري بورسعيد عليه 30، ايسترن كامباني 43،
ومصر المقاصه 30 وهم 29، يعني خامس فرقه من تحت جايبه عليها اهداف. طيب نيجي نشوف حالتهم اخر 7 8 ماتشات، مغلوبين 5 6 ماتشات، والمدرب كان في موقف يحسد عليه وكلام كتير انه هيرحل، وانه يعني فرقه هزايم متتاليه، خط دفاع عليهم اهداف ماينس 9، وانت لسه كدوري بقى لسه كنت خسران ماتش سموحه، وداخل الماتش ده، دي من الماتشات اللي مفروض ما تضيعش، تضيع بالصدفه البحته، يعني تضيع بقى حاجه عدم توفيق غير طبيعي. انت يا استاذ مسؤول عن ضياعها. ايوه مظبوط، انا هو ده اللي انا عايز اقوله. يعني يكون بقى انت عامل ماتش عالمي وبقى ربك مش رايد، لكن هي الفكره في ايه؟ انت صحيح جالك فرص تكسب بيها الماتش دي حقيقه، يعني بالذات الشوط الثاني. طبعا الشوط الاولاني يمكن احنا قلنا كره العارضه في اخر اللي هي بتاعت صلاح مصر اللي حطها في العارضه، وكره التسديده الثانيه اللي شاطها حمدي فتحي ده كان اخر دقيقه او دقيقتين. الشوط الثاني الاداء مش حلو، ادائك انت مش حلو، بس انت اللي مسيطر وانت اللي بتوصل. بس هي المشكله عندك حاجتين ملخبطينك جدا وكانت باينه في الشوط الاولاني، انت عندك رعونه كبيره جدا في حاجتين، انا يمكن قلت واحده منهم الشوط الاولاني، والثانيه قلت لك اللمسه قبل الاخيره، يعني بنوصل كتير ناحيه الجنب، تلاقي اللي بيعمل الكره العرضيه بيعملها وخلاص، ما لا هي موجهه ولا هي رايحه لحد باتقان ولا هي قويه ولا هي، انا مجرد يعني اعدي وابقى في موقف حلو جدا وبعدين اعمل الكره اي حاجه. كانت واضحه جدا في اكتر من لاعب، كور كتير قوي بتفقدها في مناطق تخلق منها فرص اهداف كبيره. طب الحاجه الثانيه الفرص بقى اللي جات لك السهله برضو للاسف باستثناء مره او مرتين التعامل فيهم سليم، ولما يجي الفرص تيجي هنشوف التعامل معاهم مش سليم. صح. يعني مثلا كوره بتمشي بالعرض جوه السته وانت الواحده خالص تحطها بطن الرجل ضعيفه في ايد الحارس، كوره حمدي فتحي وشريف يدخلوا على بعض وهم جوه السته يارده، لو حمدي سابها لشريف شريف هيحطها جون سهله جدا. الفاول بتاع 6 يارد، الفاول بتاع علي معلول مش محتاج القوه دي، دي مسافه توجيه ستة، هي كانت قبل الست ياردة بنص ياردة، يعني ما انا بقول لك قبل الست ياردة بياردة يعني 7 ياردة، وجت الفرصة لعلي معلول ما كانش فيه الضغط عليه ان ما قدرش يتصرف، بس هو حطها بقوة غير طبيعية. ده التوتر اللي بيقول عليه. فانت حتى الفرص السهلة اللي كان ممكن تتصرف فيها افضل، يعني كان عندك اللمسة قبل الأخيرة بتتعمل وحش، واللي جالك اللي هي الاخيره بقى الكام 5 6 فرص اللي جولك، ومنهم كره حسام حسن الاخيره اللي عملها له زياد برضه مش محتاجه كل القوه دي، انت طالع لوحدك وكده رحت عاملها في 6 ياردة وتعملها فوق العارضه بطريقه غريبه جدا، يعني بس عايز توجيه في مكان. فالتعامل مع الفرص كتير، انت لما جيت قلت لي على ماتش سموحه لما انا قلت احنا نستحق الهزيمه، انا لا اقصد نستحق الهزيمه عشان احنا فرصنا اقل من سموحه، احنا فرصنا كانت اكتر من سموحه بكتير جدا، ولكن ما هو انا مش ذنبي كفرقه اخرى انك انت ما بتستغلش الفرص اللي بتجيلك، مش عارف تتعامل، ما انا مش هجي لي 20 فرصه وما اجيبش منهم، النهارده يجي لي 7 8 فرص الشوط الثاني ومش عارف اخلص فيهم، هو ده اللي عندهم. لكن فرقه الجونه يعني بيحاولوا بيجاهدوا يعني بيحاولوا يروحوا للجون في كوره ولا حاجه، لكن هو بيقاوح بس عشان يطلع نفسه من الاحباط اللي هو فيه ومستني الجون يجي فيه. انت اللي اهدرت الفرص بكل بساطه وبكل سهوله، وللاسف انه في بعض اللاعبين حالتهم بعيده جدا بغرابه، يعني في بعض الناس في الملعب ما بتحسش بيهم حتى في الملعب، وهم في خلال ال 90 دقيقه بيقعدوا بال 25 وال 30 وال 40 دقيقه، انت بتقول بيلعبوا ولا ما بيلعبوش، يعني في بعض الناس بيختفوا، بتقول انت موجود ولا موجود. فللاسف ان احنا لم نستغل الفرصه السهله اللي جات لنا النهارده. صح. لازم ناخد بالنا ونصحح من اخطائنا، واحنا برضو لسه في موقف جيد وربنا يسهل في الماتشات القادمه يعني باذن الله ان شاء الله. عايزين ننوه ان الكابتن صلاح رمضان مراقب المباراه الغى النهارده المؤتمر الصحفي لعدم وجود صحفيين،
كابتن عادل مش عايز اقول يعني الكباتن وضحوا وحللوا، ولكن ان احنا اضعنا بالرغم من الحاله يعني اللي هي بتاعتنا اللي هي مش حاله جيده، انما انت قدرت تخلق فرص، قدرت توصل للمرمى، ولكن كابتن علاء وكابتن اسامه قال لك ان التعامل برعونه بعض الشيء مع الفرص السهله اللي جت. هو هل انا كمهاجم نادي اهلي تجي لي 5 6 فرص كلها اضيعها بسبب الرعونه، ولا في حاله من عدم الثقه عند المهاجمين دول؟ او عصبيه بالظبط. بس عصبيه ده انت كابتن، احنا احيانا بنكون يعني مش في كل ماتش بنبقى بحالتنا طول عمرنا يعني، في اوقات كتير جدا انت ممكن تكون مش كويس او نص نص، او حتى في اوقات كنت بتلعب يعني احيانا بيبقى في عشوائيه في الاداء، ولكن بتقدر تجيب هجمه، تجيب فرصه من هجمتين ثلاثه. طب خليني بس اقول لك حاجه كابتن بسيطه كده، احنا بقى لنا فتره وحشين لازم نعترف بدي. في 5 اسباب وصلتك لهذا الموقف. ايه هم؟ رقم 1 روح اللعيبه 0، ما فيهاش هزار، روحهم ما فيش روح. يعني انا العب الكره تبقى بره اوت امشي علشان اروح اجيبها وكان النتيجه 5-0 للنادي الاهلي؟ لا، الروح 0. انا بكلمك في كذا ماتش بقى لنا 3-4 ماتشات كده مفيش قتال، لعيب النادي الاهلي بيمتازوا بحاجه واحده. اقول لك حاجه يا كابتن، النهارده لما بنجيب جون في الوقت الضايع دائما، انا النهارده عارف ان احنا مش هنجيب جون، مش شايف الوش، المؤشرات مش موجود. انا لو جاي من بره وشفت اللعيبه كده ومش عارف النتيجه كنت قلت النتيجه الاهلي كسبان 2-3. ماشي، بس جات لك فرص كتير. لا خلينا نكمل يا كابتن، والله لو جات لك 3 مليون فرصه. الحاجات دي يا كابتن احنا لازم ندي كل واحد حقه، احنا كتير قوي وقفنا جنب اللاعبين، لكن بقى يقفوا جنبنا بقى شويه لانه غلط يعني. والفرق ما انا قلت لك سبب الاولاني الروح وحشه 0، السبب الثاني والفرق ما بين الاساسي والاحتياطي بعيد. بمعنى بدنيا موسيماني كان بيدي اجازات لكل الفرقه اللي بيلعبوا واللي ما بيلعبش، عشان كده تلاقي انت ما عندكش الاحلال، لما الاحلال بينزل عاوز تساعد مش يساعد. روحهم ما فيش روح زي ما قلت، لا وكمان بدني وعين. انا بكلمك بمنتهى الامانه علشان لازم خلاص لازم اللعيبه تصحى بقى شويه. ثالث سبب يا كابتن لازم كل لعيب يتحط ببروازه. انت بتحس ان في لعيبه كتير قوي وهي بتلعب حاطه نفسها في منزله عاليه قوي، لا مفيش كده. في الملعب بلغه الكوره، في الصنايعي، وفي المهندس، وفي كل، لكن كلنا مهندسين مش هنكسب. الكل مهندس مش هيكسب، لازم ندوس. وفي لعيبه تموت نفسها، وفي لعيبه حياتها كلها قوتها. انا بحس ان في لعيبه حياتها قوتها بتلعب عاوزه تبقى لعيبه كوره ويجيب ولعب حلو وشكله حلو. دي كمان دي تالت حاجه مخليانا لازم نخلي بالنا. الحاجه الثانيه عدم الثقه، في عدم ثقه عند لعيبه. ليه؟ قول لي ليه. انا هكملك يا كابتن، هقول لك السبب وهقول لك ايه السبب. في عدم ثقه عند لاعبين، ولاعبين تاني عندهم ثقه عاليه قوي. عارف ليه؟ عشان ما فيش تنافس، انت فاهمني؟ مفيش تنافس. لما ده بياخد وده بياخد وده بياخد انا ادي لمين؟ انا ما اديش بقى لحد طالما يعني انا عايز اقول لك حاجه، انا لما كنت ابقى احتياطي او انت يا كابتن او الكابتن علاء او الكابتن شريف او الكابتن اسامه، لو انت بتوع بتنزلوا تموتوا نفسكم طبعا، بتنزلوا خلاص الراجل ده اداكوا دقيقه، انت عاوز تنزل يا اخي. ده احنا المدربين بنقول طلعني وحش، طلعني انا مدرب سيء، لا مش غلطان، طلعني مدرب سيء، انا بلعبك انا ما بلعبكش، اضحك عليا قول لي لا احرجني احرجني هقول لك انت على دماغي. لكن بالعكس ده المدرب بيبقى ليه وجهه نظره صح في اللعيبه اللي بينزل، ما بيحافظش على مكانه وما بيديش. ده السبب رقم. الحاجه الثانيه بقى الثقه في اللاعبين اللي هم بيلعبوا كتير قوي، دي ادت انه علشان الفرق ما بين اللعيبه الاحتياطي ادت ان هم بيعملوا اللي هم عايزينه. بمعنى هو ده اللي عندنا. انا ما عنديش احتياط. بص يا كابتن ما يفل الحديد الا الحديد، هتقعد لي واحد جامد هجيب جون،
هتلاعب حسام حسن من راس حربة او محمد رمضان راس حربة، ايمن شوقي قاعد بره هينزل ايمن شوقي، اعيد لك بره ايمن شوقي لو ما جبتش جون هيجيب جون ايمن شوقي دلوقتي. عماد متعب موجود بره احتياطي اللعيب، انا عماد متعب ها، لما انت هتضيع انت انا عماد متعب هنزل اجيب جون ومش هلعبك تاني لان انا عماد متعب. لكن لما انا مش عاوز اجيب جون وعارف ان اللي بره هينزل مش هيجيب جون. طب لحظه واحده بس، لحظه واحده، هو انا كلاعب كمهاجم أيوه. في حاجه اسمها لما تجيلي فرصه واثنين وثلاثه مش عايز اجيب جون؟ لا هو مش عارف، مش عارف اجيب جون. هو عارف ليه مش عارف يجيب جون؟ لان الموضوع بص، الموضوع واخده بمنتهى الثقه. انا بحب الكواليتي ما بحبش الكم، انا الكيف عندي مش الكم. انا عايز لعيب راس حربة مثلا اتعب معاه كتير واديله ماتش واثنين وثلاثة ويضيع، مش هقعد اقسم على شريف مرة صلاح مرة حسام مرة، ولا ده هيجيب ولا ده هيجيب ولا ده هيجيب، لان ده ما بياخدش وثقته بتروح، وده ما بياخدش وثقته بتروح، ده ما بياخدش ثقته. طب ما في واحد بياخد وما بيجيبش، بيرستاو كان بياخد. ايوه يا كابتن، ما انا بقول لك. طب انا اقول لك حاجه، عارف انا لو كان الاهلي جاب جون واثنين النهارده في اخر 10 دقائق او خمس دقائق كنت قلت نفس الكلام ده. عارف ليه يا كابتن؟ لانه في عدم، ما فيش روح. ده النادي الاهلي مش كده ابدا. احنا اقول لك حاجه، انا لو جبت عين عنده 16 سنه من اللي تحت ها هيموت نفسه عن كده. اللعيبه لازم تعرف حاجه، ان انا بتكلم بلغه الجمهور دلوقتي. طبعا الجمهور النادي الاهلي عمره ما بيجي على لعيب، لكن طول الوقت انت مش هتشني تتخلي الناس تفرح فيا؟ لا، اللعيبه دي لازم يتوقف معاها وقفه جامده. انا بكلمك بمنتهى الامانه، وقفنا توقف جنبها مره واثنين وثلاثه واربعه وخمسه وسته وقلنا ماشي 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 ماشي، لكن لا اوفر كده كتير. انا عاوز منك روح بس، النصر والهزيمه من عند الله، مش هحاسبك. اعمل اللي عليك، اعمل اللي عليك والله. لو موتت نفسك وطالع متشرح كده من الجري ومغلوب 2-0 هقول لك انت كويس النهارده عملت اللي عليك. لكن انا شايف ان الروح ده من وجهه نظر، ممكن اكون انا غلطان، بس اللي انا شفته كده النهارده، انا شفت النهارده لعيبه شكلها ها يا كابتن شكلها كسبانه، ده كسبانه كسبانه. احنا من امتى يعني؟ انا اخاف من حاجه، انا بحذر من دلوقتي. انا ما استحملش يضيع مني دوري تاني السنه دي الصراحه. يعني انا السنه دي الدوري راح مننا بنفس الشكل السنه اللي فات. في تحكيم و18 بونت راحوا مننا من الفار، لكن انت عارف انك ان انت النادي الاهلي طول عمرك هتتحارب. لكن كمان انا اتحارب من بره، ولعبتي يدوا سلاح للناس يحاربوني بيه ازاي؟ لعبتي لازم يا كابتن ايمن يبقى ليهم وقفه، وقفه جامده. انا من وجهه نظري انه اللي ينزل يموت نفسه في الملعب ولو مش نجم ها احسن من نجم النجوم ينزل الملعب وما يموتليش نفسه. صحيح، ده وجهه نظري. هو الماتش بتاع انبي اللي كنا متاخرين بهدف ولعبنا ربع ساعه كسرنا الدنيا فيها وكسبنا 2-1 سيبنا في الوقت الضايع. هو ده اللي انا اللي بيقول عليه يا عادل، ده الروح. هي دي الروح. مش قادر انت امكانياتك على قدك، شكرا. لاعب عيل تاني صغير مش قادر، عوض بالروح، عوض بالوجود، قاتل. انت ممنوع الفرقه دي تعدي عليك الناحيه الثانيه، لو انت بتكسر الدنيا وبتاع ومصمم هتكسب. طيب نروح لفاصل، نرجع لحضراتكم بعد الفاصل، انتظروا. انه حتى ياخد نقطه، يعني حتى الجونه النهارده كان اداؤه سلبي كده. لا، ما هو الجونه النهارده بتلعب على ارضه وبيلعب في وسط مكانه وكده، ومحتاج زي ما كنا اتكلمنا انه ما يخسرش النهارده. ولا علاء صح، قلنا النهارده هو اكتر حاجه يتمناها، هو مش ذنبه صح، هو الراجل ما عملكش حاجه، قال لك اكسبني. الراجل ما عملكش اي حاجه خالص النهارده. الراجل مبسوط من انه بيلعب معاك، ولو اتغلب عادي، ده الطبيعي بتاع اي فرقه بتلعب النادي الاهلي، وخاصه لما النادي الاهلي بيبقى محتاج الفوز. فالجونه مستنيه ان انت تجيب الكره جول، يعني انما انت ما بتجيبش كره جول. حارس المرمى بيتكلم مع الدفاع اللي قدامه او الديفنس قدامه، يقول له كان ليه كده؟ يقول له ما هو خلاص الحمد لله ما دخلتش. يقول له اللي بعدها كره تنزل صلاح او تنزل محمد شريف يروح حاططها في الجول كويس، فتيجي في ايده فينبسط ان هو لقاها ضعيفه في ايده ويبقى مبسوط جدا. يجي لك ضربه
خلينا يفتحوا لنا بس الشاشه اللي قدامنا. هيجيبها لنا. ايوه جميع الحلول بالنسبه لك ان انت تكسب فيها. بتحاول اهو بتعمل الكوردون بتاعك بتلقى الكوره بتدور زي جول الفرق العالميه. الباص الفينش الاخراني وحش قوي. اللمسه قبل الاخيره بنتكلم عليها مش موجوده دقة. راجل زي سوليه ده في المنطقه في شكل الهجمه اللي احنا شفناها المره اللي فاتت لازم يبقى بيحضر نفسه للتصويب. مفيش في الذهن خالص. ماشي ماشي يا كابتن. مفيش اي تحضير ده. انا عايز اقول لك حاجه. الحاله النفسيه اللي انت شايفها دي ان الكوره جايه لك بالعرض وهي ما فيهاش اي حاجه. اي بص الكوره دي بيتشاط منين؟ كويس؟ على اساس ان يبقى فيها فولو او فيها ليها 300 تنفيذ. ماشي. يعني ليها 300 تنفيذ. انت بتجرب بكل حاجه، انت اللي بتعمل لنفسك المشاكل، انت اللي بتعمل لنفسك كل حاجه. الفرقه الثانيه صلاح محسن بتجيله 300 كوره ها؟ بيروح حاططها كانها تمرينه، التمرين حتى هيحطها احسن من كده. تحس انك انت مش عايز تريح الخطوط بتاعتك، بص الكوره دي انا فين الروح؟ يعني انا عايز فين الروح هنا؟ انا داخل عايز اجيب جول، هتعامل بهذا الشكل الوان تول السهل. محمد شريف جت ما جاتش خلاص، واعمل ايدي لفوق كده وانزل وكل كره تضيع. مش مصدق نفسه ازاي؟ انت فاهم قصدي؟ ازاي الكره دي راحت؟ الدنيا كلها واقفه بتتفرج على كره زي دي بالعرض. ده لازم واحد على قريبه والتاني وراه وحد بيمنع الجول ده من الخروج السهل اللي هو يستلم الكوره. مفيش الكلام ده. عندك نفس العاده دي بتاعت الكره اللي بتيجي لما بتيجي عندك هجمه. حتى الانتشار الهجومي في الكره اللي فاتت زي ما قلت يا كابتن واقف غلط. عايز اقول لك حاجه، في حته برضو دفاعي هنا. ما زلت انت بتحلق على الراجل اللي جاي لك، مش بتاخده وتطلع بيه بره. لا انت مستني يشوف يلعب العرضيه ازاي او تدي له الحلول بتخلي له يعمل كل اللي نفسه فيه. فاكيد اي واحد انت ما بتخشش عليه خلاص. قال لو في ضغط محمد طاهر على اللعيب ده ومحمد شريف مع الجول مش هتتلعب الكره زي دي. فانت بتلعب الشكل ده انك هتكسب في اي وقت. ان هتجي لك واحده ونخلص. ان قفشه ممكن يخلص عادي. ابتديت كره زي دي، كل ما بتجي لك كره زي دي ايمن ها بتحس انك عادي اللي بعدها هتجيبها جول عادي جدا. ادام وصلنا هنا مفيش مشكله خالص. والوقت بيسرقك. دي الكره طبعا تنفيذها فكرتها كل ده تحس ان اي كره انا عايز اتصرف فيها باي شكل. دي احسن واحده. دي ما تروحش ما تروحش اخرى. يعني ده لو طالع ده لو طالع عالي سنه بس فيها سوء توفيق. فيها كتير قوي. انما لو طالع عالي وراكبها صح جول لانه فتح عينيه وشايفها. دي ما تروحش في الحته دي ولا هي ولا الاخرانيه اللي في اخر ثانيه اللي في اخر دقيقه. طيب كابتن علاء يجي هنا دور بقى في اخطاء طبعا كتير سواء على المستوى الدفاعي او المستوى الهجومي. الجانب الهجومي او الجانب الدفاعي طبعا يجي هنا دور المدير الفني ومطور الاداء. بس هياخد وقت وانت ما عندكش وقت، انت ما عندكش رفاهيه الوقت. ايه الحلول الفتره اللي جايه؟ الحلول هيشتغل على المشاكل اللي بتظهر في فرقته زي النهارده. مشكله النهارده في حاجه الكلام اللي كان فيه كابتن شريف ده وعدم الدقه في التمرير وعندهم دقه في التصويب وامتى صوب وامتى ما صوبش كلها قرارات لان انت مش مضغوط. انت فاهمني؟ ايوه. المباراه دي ايما لو انت مضغوط فيها ومحتاجها وعارف هتفرق معاك ويعني واخدها بروح وانك لازم تكسب. طب لحظه لحظه يا كابتن. انا في الفتره دي بمر موقف صعب كويس وعندي منافسه على الدوري كويس وضيع مني دوري السنه اللي فاتت. انا كلاعب مش حاسس بكل ده؟ اتفضل. لان الفريق المنافس اللي قدامك مش بيديك الاحساس ده. الفريق المنافس ده شايف الفرص على المنطقه دي كلها لان انا في اي وقت انا هجيب جول. انا استسهلت المباراه تماما. الشوط الاول ما رحتش الجول كتير بس يعني المباراه في متناول. فريق ما بيدافع فريق ما يدافعش حتى ما بيعرف يعني ما احترم الكلمه دي ما اعرفش ده كل يا ما تستغربش يا اسامه يعني كل القرار ده كل القرارات دي لانك انت انت مستسهل المسائل يا جماعه. لعيب الكوره عشان يخاف على كل كوره في رجله لازم يبقى عامل حساب للموقف نفسه. انت مش عامل حساب ده خالص. انت الشوط الاول بتقضي واجب بمنتهى الامانه بتقضي واجب حتى بقول لك بين شوطين حسب بتاكل يعني بتاكل حاجه ملهاش طعم.
45 دقيقة 46 دقيقة الشوط الأول مفيش طعم، مش شايف حاجة معنا صح. كويس؟ الشوط الثاني ابتديت، عشان ناقص 45 دقيقة فأنت عايز تكسب، بس أنت بتكسب الانطباع الأول اللي أنت خدته في بداية المباراة إن المباراة سهلة هكسبها أي وقت، أضيع فرصة دي هتيجي بعدها، أشوف شوطة وحشة هتيجي بعدها، تصرف وحش هتيجي بعدها، اتنين يخشوا على بعض ما اللي جاي. ما كل دي أيمن قرارات خطأ، قرار خطأ. يا اما كان لازم، مش بلوم المدير الفني، المدير الفني بعيد، ان حد كان لازم يقوم يزعق في اللعيبه دي يا جماعه لازم هات لنا الكره دي تاني يعني معلش انت محتاج هات لنا تاني لو سمحت يا سمير. انت عايز اكتر من كده يا ايمن؟ ماشي. يعني انت عايز اكتر من كده؟ اتنين في السكس يارد ومش شايفين بعض. اتفضل نقف هنا. لا وقفها لي، وحمدي فتحي داخل يلعبها. اتفضل. الاثنين في دماغ طيب. بعض. هل انت مش شايفين يعني انت مش شايفين ده بعض؟ ده انا قمت بدور، بص يا ايمن، مدافع الجونه. بص طب يعني دي ناس مش مركزه. ده بص يا ايمن، الصوره دي تقول لك ان الناس مش مركزه، مش شايفه بعض. مش شايفين بعض. ما هو يا ايمن شايفين بعض دي بقى تركيز في الموقف نفسه، انا فين وشايف الكوره جايه ازاي وهبدا اتصرف فيها ازاي. يعني انت متخيل اثنين من لعيبه النادي الاهلي في 6 يارد الجونه؟ انت طب انت عايز اكتر من كده تاني ايه؟ يعني انت عايز فرقه اكتر من، انت عايز اسهل من كده ايه؟ بمعنى اصح كنا نتكلم في الكوره بقى أي. اسهل من كده ايه؟ ده موقف عارف يا علاء، واحد يشتغل مهاجم والتاني مدافع. ايوه ما هما في يعني ما لا انا بتكلم فيها من نقطه ايه؟ ان انت عايز اسهل من كده؟ فريق بيدافع عليك ازاي؟ هو ده فريق بيدافع عليك يا ايمن؟ طب بص يا كابتن علاء، الكوره دي اتفضل، الكوره دي لحمدي فتحي ولا لشريف اللي يلعبها؟ حمدي فتحي اللي يلعبها. حمدي فتحي جاب وشه لان هي ورا شريف. بص يا ايمن، شريف شريف بيعوج راسه، يعني شريف بيعوج راسه عشان يلعبها، انما حمدي فتحي شايف الكره هو اللي هيلعبها. المكافاه بتاعت شريف دي خلت الاداء بتاع حمدي الكره طلعت فوق. ايمن الموضوع موضوع بالمختصر المفيد كده، هتستسهل المباراه، هتحس ان فرصه ضاعت فغيرها جايه غيرها جايه غيرها جايه، الماتش عدى منك. ماتش ايه اللي بيتكلم عليه كابتن شريف؟ عشان احنا كنا عايزين نتعادل وعايزين نكسب وقلقانين على كل فرصه ومحترمين الفرصه، محترمين الفرصه قوي. فانت عايز تكسب بس ايه؟ هي دي مش محتاجه، مش محتاجه قرارات. هات لنا ثانيه يا سمير بعد اذنك الكوره دي لو سمحت. ايمن الموضوع على فكره مش محتاج رغي كتير. الموضوع لا قرار يا حبيبي، قرار، القرار خطا، عصبيه في الاداء. الكوره دي لو علي معلول في يعني في حالته الطبيعيه جدا ما تشارش، هي مش عايزه قوه اكتر من عايزه ركنه. بريسنج هناك جول، في ضغوط، هو ضغط، ضغط الوقت، الضغط خلاص، حاسس ان الفرصه عماله تضيع ومضغوط والوقت بيعدي منه خلاص. لا بص يا ايمن، انا طول عمري بقول كلمه، بدايتك المباراه هي اللي تديك المباراه. لو ابتديت المباراه بسهوله ورعونه وكده، بص دي يعني بص دي تبقى طبعا مجدي يتعامل معاها كويس قوي، لكن هي خلاص حتى الفرص اللي بتجيلك سهله كرة. ربنا مش التوفيق مش معاك كمان. بص يا ايمن، الماتش النهارده ما يزعلش كويس، زي ما بقول لك انا من رايي ما يزعلش. ليه؟ لان ده جرس انذار بدري قوي. لو انت بص على وحشتك دي وعدم تركيزك، كنت ممكن الفرصه دي تجيبها جول صح؟ وتكسب وخلاص على كده، بس كنت ايه؟ الخطا هيجيب خطا، هيجيب خطا. لازم الاخطاء تعالج اول باول. الفرقه الكبيره ما ينفعش يبقى ادائها، انا ما بتكلمش على النتيجه. النتيجه دي عمر ما اتكلم فيها، دي حاجه بتاعت ربنا. لكن لا، انا بتكلم على الاداء، بتكلم على بدايتك، بتكلم على روحك، بتكلم على النزعه اللي عندك، بتكلم على شخصيتك، بتكلم على حاجات كتير قوي. انت بتقارن ايه بايه؟ يعني انت بتقارن ايه بايه؟ يعني فريق النادي الاهلي، معلش ما هقارنه بالجونه. الجونه فريق حتى اتفقنا هو مش يعني ما بيدافعش، كل حاجه متاحه وانت اللي انت اللي بتضيع، مش هو اللي بيدافع كويس. يعني انت عايز تعمل ايه هنا؟ هو ده ينفع نديها لحسام حسن رحمه ده؟ ما ينفعش زحمه قوي يا، ما ينفعش يا جماعه، دي ما ينفعش كره هتدخل صعب قوي كمان. هو كمان دخل علي كمان دخل في وقت صعب قوي. يعني بص كمان اتفضل، حاجه زي كده ممكن تعمل لك مشكله. الكره بقول لك عليها لو جت اللي طلع الشناوي كانت ممكن تعمل لك مشكله كبيره بجد النهارده. هات لنا الكره دي بعد اذنك تاني يا سمير بعد اذنك. لا كرة كريم فؤاد دي، كرة كريم فؤاد دي اللي فاتت دي بعد اذنك. لا اللي قبلها، الحته اللي هو كريم فؤاد كان بيعافر وراح مسك الولد. ماشي ايوه. بص دي من بدايتها يا كابتن اسامه. ايوه
دي زياد لعبها. انا دي بقى الحاجات اللي بقول لك مش عايز دقه يعني، عرضيه وخلاص بتتلعب ماشي. الكره اتردت هنا الوان تو برضو شريف عملها مقفوله قوي لعلي معلول، صعب قوي على علي مقفول عليها مشيت لحسام حسن جول بس انت بص انا انا هقصد في اللعبه اللي فاتت دي الكره، لا هي اي واحده الكره اللي بعدها بتاعت كريم فؤاد، بس لما تيجي على الشاشه على ماشي ماشي ايوه انا بس عايز اسال سؤال بس. ماشي اتفضل يا كابتن مساء. زي ما قلنا وقلتها وقلتها اكتر من مره، بص انا بحس الاوفر بتعمله خلاص. بص ده بص بتتلعب من قفشه ثم حسام بتتلعب وخلاص، زي ما قالوا الكابتن مش شايفين بعض حتى. ايوه ما هو بقى ضغط الوقت زي ما علاء قال، في رعونه في استسهال للمباراه يعني اكتر من حاجه، في تعب تصرف في سوء تصرف في تعب من بعض. الكره دي الكره دي لا هتهلنا من قبلها معلش هتهلنا من قبل اول لا قبلها بالظبط قبلها لو موجود الكوره. بص اولا هو كريم لازم يعمل كده، هو غلط طبعا من الترقيصه بالاول بس طبعا من الاول. وبعدين عايز اقول لك حاجه، هو كريم واقف على رجله لسه نازل يعني لا مجهد ولا مش مركز، بالعكس هو في قمه تركيزه لانه كان لسه نازل ماشي. ما انا فبرضه ده خطا ساذج. ما هو طبعا خطا ساذج منه، بس كويس ان هو اتصرف وعطل شويه بالمسك لانه زي ما احنا جاي فينا جول في سموحة بالشكل ده بالظبط، الجول الثالث حصل فيه تعطيل من بدري بالزبط. ما كانش يجي، فهو طبعا تصرف منه خاطئ. بص بقى اللي انا بقول لك حاجه، بحس ان الاوفرات بتتعمل وخلاص يعني، مفيش في اوقات مفيش التركيز ان انا اعمل الكره مظبوط قوي، ان انا اعملها بدقه يعني فاهم. دي اخر كره ببص الكره دي ازاي تضيع دي، دي برضو يعني طبعا زياد عملها حلوه قوي، حسام طلع لوحده بس حطها بقوه زياده عن اللزوم يعني، هي دي عايزه توجيه برضو. بس ف ضغط الوقت زي ما بنتكلم، حصل رعونه في بعض القرارات، حرك لها كويس حرك كويس وركبها كويس، بس مدي قوه زياده قوي يعني، كانت لازم تبقى لتحت شويه يعني يركبها اكتر من كده. عايز اوجيه مش عايز اوجيه، مش عايز اوجيه ايه بس عصبي يا سامي ده اخر دقيقه خلاص اخر كوره في الماتش عصبيه طبعا. ما هو في حاجه كمان، ما هو جات لك فرص قبلها طبعا وجات لك في اوقات مبكره ولكن انت اتعاملت معاها خطا، ففين العصبيه والشده ليه؟ وانت في فريق اللي قدامك انت بص انت ابتديت بص معلش يا اسامه، في فرق انك انت اتعاملت غلط في الفرص الاولى وفي في فرق بين ان انت اتعاملت بعصبيه اللي بيتكلم عليها اسامه. حلو، انت في كل حالتين اهي انت اللي حطيت نفسك في الموقف ده. اتفضل يا اسامه. فانت في وقت بص دي اول لعبه في المباراه على فكره، دي برضه من الالعاب اتعملت حلوه قوي. دي في اول لعبه في سرعه صلاح محسن ناحيه الشمال، دي اللي افتكر المباراه فيها سهله، لقفشه مكمل مظبوط. بس طبعا الرقم 88 اللي هو وسط الملعب المدافع زعزوع كان داخل مشترك مع قفشه ما عرفش ياخد راحته فيها. دي من الحاجات يا اسامه اللي خلتهم يفتكروا المباراه سهله. لكن الحاجات اللي جت في الاول دي لكن الماتش كان ماشي يعني سهل، مفيش ضغط كبير مفيش ضغط كبير من فرقه الجونه، مديالك مساحات كتيره لكن انت اتعاملت مع كل الفرص اللي جات لك المتاحه بعدم دقه شويه برعونه شويه. دي برده ملعوبه قفشه كويس، ممكن يعملها زي ما مرسومه لشريف، راح الناحيه هو راح الناحيه الثانيه عشان كان عايز ياخد قرار الشوط، ممكن يشوط راجل قفل عليه فتحت رجله. ايوه راجل قفل عليه وهي فتحت رجله فلعبها لطاهر الناحيه الثانيه فتحت منه عادي فتحت في منه الاستلام فتحت منه يعني نشوف برده تصرف طاهر اهي برده دي هو ده اللي بقول لك عليها اوفرات مالهاش معنى ايه يعني ملعوبه في موقف صعب قوي المجدي قفشه. لا انا هتقالي تاني معلش نجيب الكره لما اتلعبت المجدي قفشه وخدها على صدره. لا ما صعبه ما هي لا صعبة. ماشي يا كابتن انا هقول حاجه بس يا كابتن اسامه بس هقول لك لما ماشي نكمل 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 طبعا في مساحه في الملعب ماشي نكمل الكوره ماشي ماشي يا سمير ماشي. بص يا كابتن اسامه الكوره هتجي لك تاني كويس تعمل هجمة تاني كويس سيطرة معاه. هو قفشة كان عايز ياخدها على الشوط بس فتحت منه فتحت منه ورقم 88 قفل فهو لعبها لطاهر. نكمل نكمل انا بس عايزك عشان انتوا بتقولوا انتوا قلتوا على الاستسهال شوف رد فعل قفشة بعد ما الكرة جت في صدره كويس وراحت للجونة
ماشي كمل. بس هي لحظه كابتن اسامه وقف بص يمين بص شمال، مع ان الوضع الطبيعي انك ترجع وتكمل عشان تجيب الكره دي تاني. انا عارف ان هو الكره دي استسهال بس, بس, بس هو خلي بالك برضو يا ايمن، خلي بالك برضو يا ايمن كابتن. هو بص هقول لك، بس هو بص راحت على طول للنادي الاهلي، هو شافها. انت لو تعيدها لا يا كابتن، هقول لك بس عيدها. لا 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 بتكلم على يا ايمن، ايمن بص عيدها بس، خليها عيدها كابتن مهما حصل. حتى لو راحت للاهلي بعد اذنك عيدها، بعد اذنك عيدها لنا. هو رد فعل بس. ايوه انا بتكلم على رد الفعل بس. هو بص لقاها راحت للاهلي، خلي بالك دي برضو موقف صعب مش سهل. ومجدي قفشه مش مميز في ضربات الراس طبعا، ما توجهتش كويس. او مميز سهل. او مميز التعامل مع الكره يعني اللي بتيجي. يا كابتن ادم مش هي حاجه كابتن عايز اقول لك عليها على تضييع الاجوان. ايوه بص دايما الفراوده، وفي العصر ده اللي في الكره الحديثه اللي احنا بنتكلم عليها، الفرود لازم يتمرن كتير قوي على الجون علشان حته الاليه بتاعه اللعب بتاعته يخليه يجيب اهداف. لكن تحس ان اللعيبه دي اصلا ما عندها ما خدتش فرد كتير، بالذات الفراوده. يعني القرارات اللي بتتعمل لحظه واحده كمان خطر. ايوه في الكوره دي معلش يا كابتن عادل، انا بص بص شريف بره، شريف مره 18. ما هو ما هو ده فرويد. بص يا كابتن عايز اقول لك كلمه، ما هو لا قرار. ما انا اقول لك كابتن، محمد شريف او صلاح محسن او حسام حسن او بيرسي تاو ايهما لازم يتمرنوا على الجون كتير قوي، بمعنى انه لازم يلعب على الجون حوالي 25 30 كوره. انا مش لازم اتمرن اللعيبه دي تمرين، انا النادي الاهلي غير برضه دي اللي انا قلت لك يعني. يعني بعد اذنك عادل معلش رجع 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 الكره دي تاني ماشي. بص لاني بص بعد ما تخلص بص بص خليه بقى يلعبها، بيرفع مجرد انه بيرفع يعني. بص انا هو خليه يلعبها، يلعبها مشيها 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 ماشي يا سمير ماشي يا سمير. بص 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 كره مرعوبه ما فيهاش تركيز. انا بقول لك اللي هي الحاجات بقى اللي فيها التركيز مهما حصل محدش ياخد قرار صح، لان في فروقات ما بين اللعيبه بدنيه، اللعيبه اللي لعبت كتير واللعيبه اللي ما لعبتش كتير. الاجازات دي كانت بتبوظ الدنيا، الاجازات الطويله طيب. للعيبه اللي ما بتلعبش أيوة. لكن خليني بس اكمل لك حته فكره المهاجم دي فضل. انت مش محتاج اللعيبه المهاجمين اللي يلعبوا على الجول. هو المهاجمين النهارده مثلا محمد شريف ضيع له 5 6 7 8 كور ها ما بتجيش لحد في فرق تانية. يعني في فرق بتجي لك كره واحده يا كابتن. انا عايز اعلق. طب معلش أنا معلش هتقلني من الاول معلش. لا هرجع لك للمهاجمين اصل بس كل القرارات هتبقى غلط لان الموضوع اصلا غلط. بص يا كابتن البدايه في كره كريم، انا بس بتكلم على البدايه في كره كريم ماشي. دي اللي انا كنت عايز اجيبها من البدايه. هو من البدايه خطا من كريم، ما هو ده الاحتياطي اللي انا بقول لك قلل الفرق اللي بينه وبين الاساسي بدني فرق كبير. ما هو ده اللي انا قلته لك. انا بقول لك المشكله مهما حصل من قرارات هتبقى قرارات كلها غلط، لان اصلا كريم ده انت حاسس ان هو فت؟ انا حاسس ان هو مش فت. عارف ليه؟ لان كريم ده لعب 3 4 ماتشات كويس مع موسيماني، وفي الاخر موسيماني قعده لو فاكر. كان لو كان كمل كان ساعد محمد هاني، وكان محمد هاني خاف منه ولعب زي ما خاف من اكرم، وكان بيبقى احسن لعيب في الملعب بعد ما اكرم ما لعبش. يعني خلينا نتكلم على الحاجات اللي ادت لكده. ادت لكده يا كابتن ان كمان الفراوده ما بتمرنوش على الجون. انا بقول لك انا راجل مدرب شايف كده. تضييع الاجوان ده ايه يعني؟ يعني ايه لعيب يطلع يحط الكره في دماغه جنب العارضه حتى لو مضغوط؟ لو هو عنده الاليه اللعب مش هيفكر في الضغط، هيطلع ويجيب جون بهدوء. عارف ليه؟ لانه لعيب هداف. محمد شريف ما هو كان بيجيب اجوان كتير ليه في الاول؟ دي كرة صلاح محسن. على بصي دي عدد كويس مناسب 3 صلاح راح كرة كويسة قوي. احلى كرة اتلعبت في الماتش وطاير داخل. يعني دي من احلى الكرات اللي اتلعبت في الماتش. فيها عدد وفيها عدد وفيها شكل وأداء. انا بص يا كابتن انا كل اللي انت هتجيبه واحنا ضيعنا اجوان ومش ضيعنا اجوان. ضيعنا اجوان. والاجوان دي ضاعت ليه؟ عدم روح. والاجوان دي ضاعت ليه؟ علشان اللعيبه مش اهدي. يعني اهدي الحاجه الوحيده اللي ممكن تقول عليها ده لعب توفيق. النادي الاهلي وسوء توفيق اللعيب. لكن هات لي الفرص اللي بيحطها في رجل الجون واللي بيحطها كده واللي الكره بتبقى عنده مش غاليه يا كابتن. ال 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 الكره غاليه. الجول الواحد للفرويد ممكن تجي لك لعبه او اتنين في الماتش بحاله. لازم تجيبها جون. اما انت فرويد النادي الاهلي، انت فرويد الاهلي ومصر، منتخب مصر يعني. يعني يعني انا سهله جدا يعني. صلاح محسن سهله جدا يا كابتن. يا كابتن اسامه انا
انا في رايي انا ما مش هتفرج ولا هشوف، لاني انا عارف الناتج ايه. الناتج ان دي سهله، عارف دي اللاعب لو عملها ممكن ما ينامش خمس ايام، لا ده هينام عادي، لانه اكتر من مره حصلت. يعني احنا شفنا اكتر من مره يحصل المواقف دي يا كابتن ايمن، اكتر من مره. ماتش سموحه فاكر، وماتشات كتير اتعادلنا فيها. اتعادلنا فيها ليه؟ لان الكره مش غاليه عند اللعيبه يا كابتن، الكوره لازم تبقى غاليه عند الفرود بتاع النادي الاهلي. ماشي انا معاك. الحلول، الحلول لازم يتمرنوا فردي كتير قوي على الجول كويس، لازم يشتغل فردي. للاسف عامل وقت مش في صالحك. لا انا هقول لك، انت عندك بس فتره خمس ايام قبل ماتش. تتحل تتحل يا كابتن، احلها لك، احنا مدربين واحلها لك. وانا لازم انزل تمرين جماعي نظري، انا لازم انزله تمرين جماعي مع الفرقه. طب ما انا اللي هديه للجماعه اديله فردي. ايوه صح. بمعنى ايه؟ انا انزله سخانه بس. يعني انت لو عاوز، مش عنده مدرب احمال يعني مطور كمان، ومش عنده مطور اداء. طب المطور الاداء ما كتبش الحاجات دي؟ لو كتبها، لو كتبها، لو يعني لو ما كتبهاش او كتبها، انا بقول لك لو كتبها ايه اللي يحصل؟ لازم ينزل المدرب يمرنه عليها، مش المدرب اللي هو بتاع تطوير الاداء. أي. هينزل يمرنه عليها. هينزل يمرنه عليها امتى؟ قلت لي الوقت ضيق. انا استغنى عن التدريب الجماعي لمثلا لواحد زي محمد شريف، واستغنى عن التدريب الجماعي لواحد زي مثلا صلاح محسن. ايه اللي هيفيدني من التمرير الجماعي دلوقتي؟ انا مش هعمل تاكتكس جماعي، انا عايزه يلعب على الجون، امرنه بنفس. بص كابتن المساحه دي مثلا، نفس كم كابتن برضو. انا عاوز اقول لك ابعد عن الماتش النهارده، لانك ابعد عن الماتش النهارده والماتشات اللي فاتت، لانك انت لو بحثت في امرها هتلاقي الاخطاء نفسها يعني لازم هتحصل، هتحصل، لان الروح غايبه والبدن غايب عن نص الفرقه ونص الفرقه لا. فاللي انا عايز اقوله لك يا كابتن ببساطه وبمنتهى البساطه، انت تروح لهدفك. ايه هدفك؟ انا دلوقتي امرنهم جماعه ليه؟ اذا كان محمد شريف ولا ده ولا حسام حسن ولا صلاح، مش دول اللي بيضيعوا جوان؟ انا امرنهم اخليهم يلعبوا على الجون كتير قوي بنفس المجهود اللي هيعملوه في التمرين، اخليهم يستفادوا من الجون. ليه؟ لانه مش هزودهم انا حاجه. ده اللي بيحصل في الجماعيه، لانه اللي بيحصل في المباراه واحد يطلع بدماغه. اصله احيانا اجدع حاجه في الفرود، في الفرود الكويس اللي هو الكبير او بتاع الانديه الكبيره، ان ممكن الفرقه تبقى وحشه النهارده بس يخلصك جماعه فرديا زي دي. فدان، ما انا قلت لك يعني انت يا كابتن. لا بس دي لا دي دي ده موقف بالنسبه للجونه سليم، ده هم انت وهم تحت الكوره، ده حمدي فتحي هم اللي احنا اللي ورا. بتكلم على الاهلي. احنا اللي تحت. ايوه بقول لك ايه، مش على الجونه عادي. اللي عايز اقول لك على حاجه، عارف احصائيه اخر 10 مباريات للاهلي حصل فيهم ايه؟ انت كسبت فيهم 3 ماتشات بس. 3 7 ماتشات التانيين فين؟ يبقى ايه الموضوع يا كابتن شريف؟ موضوع كبير. زي ايه؟ فاكر احنا الحلقه اللي فاتت مش هنفضل كنا بنتكلم على التطوير؟ ايوه قلت لك انا ايه؟ ياخد حسين الشحات وطاهر محمد طاهر ومحمد شريف وقفشه. أيوه. وده يتعمل بيهم تمرين لوحده. لا طبعا هو ده اللي بيحصل في الماتش. ده ما احنا كنا بنعمل. ماشي انا معاك. اللي بيحصل في التمرين هو اللي بيحصل في الماتش. انا معاك، بس انا كلاعب ما بشوفش نفسي، مش عايز انا اطور من ادائي، يعني مش عايز اشوف اخطائي واعالجها انا كلاعب النادي الاهلي. مش عايز اقول لك حاجه ثانيه، ما هو عامل هي الموضوع جماعه يا ايمن، بين المدرب معاك يا كابتن وبين اللعيب. اللعيب لازم يشتغل على دور على اللعيب. طبعا دور انا هفسر لك القصه. دور اللعيب كبير. محمد طاهر بيروح ناحيه اليمين وبيفكر في الكره العرضيه دي كويس. ايوه هو طاهر مش عايز حد عشان يلعبها له يجيبها جول سهله، او بياخد الرؤيه فما بيبص بيلاقي ان اول واحد هيعملها له ورا 2-3 لعيب، بيحاول يظبط فمش هتروح. انما لو في تمرين زي ما احنا بيلعب عرضيه وواحد جاي من ورا زي الطايره كده سماتش، والراجل اللي هو ده ده محمد شريف الكره بتبقى جايه لحمدي فتحي بيروح له. مش ياخد خطوتين ليمين وعلى طول بيعملها في الماتشات. الراجل يبقى رايح على الجول يروح في سكته، مش يفتح له ويسيب له عشان بعد كده يروح يديها له سهله يروح يجيب جول. صح. فده كله اللي احنا كنا اتكلمنا فيه. راجل جاي بجهاز تطوير وفني يشتغل واداء. اكيد ثانيه واحده يا ايمن، مش كله راجل يا ايمن. ايوه لا 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 لا، امال احنا جايين نعمل ايه؟ ده لا حاجه عامل شغل. لا انا اتفرجت النهارده على الماتش ده، اللعيبه دي محتاجه 1-2-3-4 ماشي كويس. ايوه ويشتغلوا زي ما قلنا، لعيب مش هيشتغل وانت شايفه ما اعرفش طعم بقى بحد بس معلش كابتن. انا ليا دور كلاعب يا كابتن شريف،
انا بكلمك كله بتاع مدير فني. خلاص انت مش عارف اخطائي. صح يا كابتن. ايوه الموضوع مشترك. بس هو في نقطه وجزء على اللعيب وجزء على اشدنا باللعيبه كتير جدا. انت صح يا كابتن. وقفنا مع اللعيبه كتير جدا. بس انا مش بقول لك في 10 ماتشات مش هحبك انت كلعيب اكتر من النادي الاهلي. تحب ايه يا كابتن؟ يا كابتن انا بقول لك في 10 ماتشات كسبت 3 ماتشات. ماشي. هات لي بقى ايه السبب؟ روح عالج بقى انت. الراجل جاي بيشوف راجل مش عارف يتحرك جوه ال 18. راجل كل ال 10 ماتشات اللي احنا خسرناهم دول يا كابتن او بعدنا سبعه اللي احنا بعدنا فيهم خسارتين وفيهم خمس تعادلات. فيهم قد ايه خسومات؟ فيهم قد ايه خسومات؟ مفيش. انا اعرف الله اعلم. لا ده شغل جهاز. لا انا بكلمك اسمعني بس يا كابتن. انا مش بتكلم على دي. انا ما بتكلمش ان اللعيب نفسه لازم جزاؤه ياخده فورا. بمعنى انا ماليش دعوه بالاداريات. انا بتكلم عن لعيب انا مدرب ملعبوش. انا بتكلم اللعيب شايف انه بيضيع النهارده وبيلعب بكره. ما هو ده اللي انا بقول. انا مال انا بالاداريات. انا بعيد عن الاداريات. بس انا بكلمك انا كمدرب. اللعيب يخسرني يعمل اطلعه بره. مش من اول ماتش. انا بكلمك في سبعه بقالنا قد ايه بيضيعوا جوان. وبقالنا قد ايه الرعونه في التهديف. وبقالنا قد ايه شكلهم كلاعب ما مش متاثر انه خسران ومتعادل. بقاله قد ايه في عقاب فني؟ بص يا اكمل دي بس يا كابتن. معلش. في عقاب فني. عارف ايه العقاب الفني؟ ان انا ادي الواحد اقل منك عشان اشعللك. فهو الواضح كمان ايمن الواضح كمان يعني برضو دي بعيده عن المباراه. واضح جدا ان النادي الاهلي محتاج لاعبين في مراكز عشان المنافسه تبقى اشد من كده. واضحه جدا. ما هو ده كابتن يعني بنقول طبعا لازم نشتغل طبيعي ان احنا نشتغل على الدوري. بتمشي في خطين متوازيين. تشتغل على البطولات اللي بتلعبها وكده اللي هي الدوري كاس حاجات. بس هو واضح برضو ان احنا محتاجين بعض اللاعبين في بعض المراكز للمنافسه القويه بين اللاعبين. ماشي. هو انا كابتن اكرم وهاني لما كانوا موجودين. اكرم وهاني لما كان موجود. هاني لما كان بياخد 10 دقايق كان بيموت نفسه. لحظه كابتن علاء. واكرم بيموت كابتن علاء نفسه. هو انا كلاعب النادي الاهلي. انا بتكلم على لعيب نوعيه النادي الاهلي. لما ابقى طالع من الماتش وانا مقصر ببقى حاسس بنفسي ان انا مقصر ولا لا؟ في وفي. ازاي في وفي؟ انا بتكلم على لعيبه. لعيبه النادي الاهلي. لعيبه النادي الاهلي المفروض تتكلم على لعيبه اعلى حاجه صح؟ طبعا. كويس. اعلى حاجه في ايه؟ في كل حاجه. كويس. في كل حاجه. مستواه في تفكيره في ادائه في تصرفه في طبعًا. تفكيره بعد المباراه وقبل المباراه واثناء المباراه طبعا. طيب مع الاحترام الكامل لكل لعيبه. هل النهارده في فروقات النهارده بين اللعيبه وبعض؟ لا مفيش صح. طيب هل النهارده مستوى الجونه يخلينا نتكلم كل الكلام ده؟ لا خالص. طيب يبقى تقصير فين؟ اللعيب بس. ما انا عشان كده ولا ما انا بقول لك بقى ولا جهاز فني بالظبط سابق خالص ماليش دعوه بيه. والجهاز الفني ده اكيد مش هحاسبه خالص طبعا. متفقين على كده. هو بس هيتظلم الفتره دي. مش هيتظلم اكتر ما هو هيحط ايده على مشكلات وعنده ناس تطور له اداء. واتمنى يبقى في تطوير اداء لانك انت ادائك ما فيهوش تطوير. عشان بس نبقى نتكلم صراحه. الفتره اللي فاتت فيها بطولات مع موسيماني بس كتطوير لعيبه لا. تطوير لعيبه لا. اللعيبه كلها مستواها اقل. اذا كنت عايزين تتكلموا كره وتعالجوا كل لعيبتك مستواها نزل بسبب كلها. بسبب ايه؟ ما انا مش عايز اتكلم فيه بقى خلاص. الفتره اللي ما فاتت انت بتعالج اخطاء. بتعالج بتقول اسباب. في مدير فني جديد بقى جاي اهو. ربنا يسهل. الفتره اللي فاتت انت كنت ما بين مشكلتين كبار قوي. ايوه. بس مش عارف تعالج ليه. بتكسب وبتكسب بطولات. كم مره احنا في الاستوديوهات اللي فاتت يا كابتن شريف السنه دي واللي قبلها كنا بنقول النهارده الاهلي كسب بس مش ده مستوى الاهلي. بس كلمه مكسب بتروح بتغطي على كل حاجه. تروح الماتش المباراه اللي بعدها بتكسب بس الاداء. بص يا ايمن خطا ورا خطا ورا خطا ورا خطا نتيجته ايه؟ افتكرت العشر ماتشات اللي اتكلم عليهم كابتن شريف دلوقتي. العشر ماتشات في الدوري. انا بتكلم كسبت كام؟ خسرت كام؟ اخر 10 ماتشات في الدوري يعني خسرت كام نقطه؟ كويس؟ وشكل ادائك ايه؟ كويس؟ وفي مباريات برضو سبحان الله ربنا لحد لاخر لحظه برضو بيقول لك ايه؟ يعني ماشي. انا معاك وماشي. زي مثلا مباراه سموحه مباراه انبي فاهمني؟ لكن مباراه زي النهارده على فكره ممكن تكسب سهل جدا النهارده كويس. بس لو كنت كسبت النهارده كان ايه اللي حصل؟
هتقدر زي ما انت كنا هنتكلم الكلام ده؟ لا كنا هنقول الـ 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 العلاج والحاجات اللي بيتكلم فيها عادل وسام وكابتن شريف. والله احنا اتكلمنا على موضوع اهدار فرص سهله اكتر من مره. انا ما بتكلمش اهدار فرص، الموضوع مش اهدار فرص يا ايمن. روح لا ولا تولع. لا الموضوع مش هيكسب ولا تولع. الموضوع مش اهدار فرص بس. روح يا جماعه، في اخطاء كتير قوي النهارده في المباراه. النهارده المباراه يعني اتفرج عليها تاني بس وطي صوت المذيع، بس المذيع بيوديك في حته تانيه خالص. كويس، في اخطاء كتير جدا. انت بتلاعب، معلش انا اسف طبعا، فريق متواضع جدا، بجد متواضع حقيقة. يعني حتى ما بيدافعش عليك، يعني مش بيحرجك بتفاعل المقفل. لا خالص، كل حاجه النهارده كلها متاحه النهارده فاهمني. فانت يا ايمن يعني ماشي، لعيبه بدنيا قليله وبدنيا، انا متفق معاكم كل الكلام ده، بس في الاخر حضرتك لعيب النادي الاهلي. مظبوط، انت في اعلى مستوى المفروض في الكوره في مصر، ده المفروض صح؟ اعلى مستوى، اعلى مستوى في كل حاجه، حتى لو بدنيا تعبان بس ده شغال. امتى تتصرف؟ امتى تقف؟ امتى تحافظ على كورت؟ امتى ما تسيبش غلط؟ امتى امتى امتى؟ اسامه قال اخطاء، كابتن شريف قال اخطاء، وعادل قال اخطاء، كلها من ايه؟ تصرف لاعب، ما فيهاش حاجه، ما فيش حاجه، قرار لاعب وتصرف. انت ما فيش حاجه خارجيه ضايقتك، يعني مثلا اسامه بيقول لك الكروس ده والتمريره بالعرضه دي كانش لازم تتعمل. بص على اللعيبه بيعمل التمريره، في حد معاه؟ لا، يبقى ده قرار غلط، قرار غلط. اعدادك للمباراه وحش، دخولك في المباراه وحش. انت النهارده متخيل ان في اي وقت انا هجيب جول، وبعدين في حاجه كده في البراك جاون بتاعتك ان انت حتى في الدقيقه 96 انا هكسب او انا هجيب جول. دي النهارده ربنا حتى النهارده حرمك منها، كنت ممكن تكسب على فكره في الكره الاخيره اللي طلعها محمد مجدي، كنت ممكن تكسبها سهل، بس النهارده ربنا كمان قالك حرمك منها. ليه؟ لان جرس انذار بدري، خد بالك مش في حاجه غلط يا ايمن، في حاجات كتير غلط، لازم الحق عالج بالمدير الفني الجديد، بنوعيه لعيبتك، لو هتشتري بعد كده اشتري اللعيب اللي ده للنادي الاهلي، مش بشتري عشان مجرد بشتري، اشتري لعيب هو ده اللي ينفع للنادي الاهلي، ماليش دعوه بسعره كام او بيلعب فين، لكن اعرف اجيب اللعيب كويس قوي، لعيب النادي الاهلي اما باجي اقيمه لا التقييم بيبقى مختلف خالص عن كل اللعيبه الموجوده في مصر مع احترامي الكامل ليهم، لكن انت لا بتدور دايما على نوعيه معينه. ده انت يا ايمن في اختبارات الناشئين، اختبارات بيجي لك الاف مؤلفه، بس انت عينك عايز حاجه معينه عشان دي هبص هتكمل في النادي الاهلي، ده اللي لازم يحصل. عايز تبقى لعيبتك زي النادي الاهلي زي ما بقول الشراسه وي، حضرتك لازم ترجع حاجه اسمها منافسه في الاماكن. تمام. غير كده انت هتفضل بالشكل ده. تمام. طول ما اللعيب بيغلط ومفيش حد وراه والكره هتيجي مش مشكله، رد الفعل بيتكلم عليه اسامه بتاع محمد مجدي طبيعي جدا يا اسامه، ان هو عارف ان هو الكره اتقطعت هتيجي، دي في لغه الكره بقى انت خلاص مش موجود في المباراه، انما مش انا متضايق عشان الكره ضاعت مني فانا هجري اجيبها. لا، اخطاء كتير قوي ايمن، كلها مش من حد، لعيبه لازم تعدل المباريات اكتر من كده بكتير جدا. احنا كنا مره بنتكلم او اكتر من استوديو اتكلمنا على موضوع الاداء والنتيجه، وانا قلت لك غالبا قاعده الاداء بيرتبط بنتيجه او النتيجه بترتبط باداء، احيانا تلعب وحش او مش مستوى وتكسب صحيح، وده يحصل في اي فرقه في العالم ده بيحصل، لكن انت النزول في المستوى في بعض الماتشات مش من النهارده، انت بقالك فتره بالذات اخر شهر ونص او شهرين من قبل ما مستر موسيماني يمشي، وفتره الهبوط كانت كبيره. والدليل على كده ان شريف بيحسب لك الماتشات، انت 10 ماتشات الاخيره في الدوري انت خسران 2 ومتعادل 5 وكسبان 2 او 3، يعني موضوع مش النهارده، من فتره، ومن في حاجات كتير، ولكن من اسبابها ان انا بقول لك ويمكن علاء وضحها وكلنا اتكلمنا فيها، انت محتاج بعض العناصر القويه في بعض المراكز للمنافسه تبقى اقوى من كده. انت في انا انت بتتكلم على موسم جديد ما ماشي انا ماشي انا بكلم انا بكلمك في حاجات انا قلت لك هنمشي في خطين متوازيين الطبيعي انك بتمشي عشان تكسب، لكن في المقابل انت في ناس مع احترامي الكام خدوا فرص كتيره ومره واثنين وثلاثه واربعه وخمسه وعشره ونفس المستوى هو
فانت طب لازم تبقى عشان ما فيش البديل اللي كلمه عنه. بسرعه اقول لك الحل، اقول لك حل من وجهه نظري بسرعه كده. اتفضل. اول حاجه لازم المدرب الجديد يتقال له التشخيص الصح، مش هيقدر، ما عندناش وقت يستكشف هو، لو استكشف هو هيضيع وقت. لازم يعرف من الناس اني عنده ايه وايه وايه وايه، اللعيب ده عامل ايه، ويلعب مش يفرض عليه اللعيب. لا، يديله الداتا عن اللعيبه صح. يقول له اللعيب ده ممكن يعمل معاك ايه، وده يستحمل الضغط وده ما يستحملش الضغط. دي حاجه، دي رقم واحد. رقم اتنين، هو نفسه لازم يوصل لهدفه، ما تلعبش بصيغه، عاوز اقولها بس خايف اغلط، يعني بصيغه انك انت النادي الاهلي 100%. ايوه. اشتغل بهدوء شويه لحد ما تعلي فروقات اللعيبه عندك، لحد ما توصل اللعيبه الفراوده يجيبوا جون. يجيبوا جون ازاي؟ بالتمرين الفردي اللي هو الاليه تزيد عندهم، ويلعب بالراحه وبهدوء بس يجيب جون. انا مش طالب منك اداء 100% مره واحده، انا طالب منك يتعلموا بس حاجه مهمه قوي، ودي انا عارف مين اللي هيقدر يعملها لهم، يعني يتعلموا الروح، يتشدوا شويه. الشده دي مش هتيجي الا من حد قوي، انا بقولها مش تيجي الا من حد قوي. يقول لهم اللي هيتواجد عندنا يبقى قدنا، اللي هيتواجد عندنا يبقى قدنا، وتتقال 3-4 مرات، واللي مش قدنا يتفتح له الباب ويمشي. صحيح. معلش الفتره دي كان نقد، بس احنا زعلانين من جوانا كمنتمين للنادي الاهلي او كجماهير النادي الاهلي، مشجعين النادي الاهلي زعلانين. فزي ما اشدنا باللعيبه في اوقات كتير، بننتقد في بعض الاوقات، لان احنا محتاجين الفتره دي لا الروح تتغير، شخصيه لعيب النادي الاهلي لازم تظهر، روح الفانيلا الحمراء اللي احنا بنقول عليها لا ده دورها الفتره اللي جايه، مش دور المدير الفني بس، لا ودور اللعيبه كمان، واحيانا في اوقات كتير جدا دور اللعيبه في الملعب وخارج الملعب بيكون اهم من المدير الفني. طبعا الفتره اللي جايه دي فتره صعبه جدا جدا جدا، زي ما قالوا الكباتن احنا بقالنا 10 ماتشات كسبنا منهم 3 في الدوري، ما بتحصلش بسهوله في النادي الاهلي، ما بتحصلش، عشان كده احنا زعلانين ومتضايقين. انما ما زلنا بنقول احنا ورا لاعبتنا، ورا جهازنا الفني، ورا الفرقه دي كلها، وبندعمهم تاني، لان احنا لينا هدف. احنا طول عمرنا، احنا طول عمرنا بندعمكم، وطول عمرنا بندعمهم، وما عندناش حل غير ان احنا ندعمك. بالظبط. كل اللي عايزينه الكره اللي عندك اللي انت عودتني عليها. لا انا عايز الروح بس. انا عايز الروح. الروح اللي انت عودت، لا الكره اللي عندك اللي انت هتيجي الاقيك بتاخد بشمالك وحاطها لي في المقص وموت نفسك جوه ال 18 وامكانياتك في الكوره العب زي ما انا جبتك من نادي تاني واخترتك وعينك انت خليتني اختارك، اديني بقى عندي انا هنا، ده انت بتلعب في كوكبه. بس انا عايز روحه بس يا كابتن. صح. انا عايز روح الفتره اللي جايه. اقول لك على حاجه، حمدي فتحي النهارده، حمدي فتحي شفته في ال 18 انسايد ليفت وانسايد رايت وبيكمل وبيروح قفشه بيروح وبيحاول يجيب جول واثنين وثلاثه. ما دي روح. السوليه بقى بيلعب ليبرو النهارده، ما دي في اثنين ثلاثه متحملين مسؤوليه، بس لازم الباقي كله يبقى حاسس باهميه. لو الماتش ده فاينل الدوري النهارده، كل الماتشات اللي جايه لك اللي جايه دي فاينل دوري. صحيح. هو ده المبدا اللي احنا بنتكلم عليه. ماتشات كؤوس زي ما بنقول كده للفتره اللي جايه، ماتشات كؤوس. احنا كده بقينا بيننا وبين المنافس خلاص تقريبا، يعني انت ناقص لك ماتشين مواجهات لصالحك، لو كسبتهم هتبقى انت زيك زي المنافس، بس ان عندك المواجهات المباشره، فدي افضليه ليك، افضليه. بس لازم الفتره اللي جايه نشوف روح جديده، نشوف روح جديده، نشوف حاجه جديده في الملعب، لان هو ده النادي الاهلي، واحنا وراكم برضه وهندعمكم وده واجبنا، ولكن لما نشوف حاجه غلط لازم نقول عليها، لان انتوا تهمونا والنادي الاهلي يهمنا اكتر منكم. هنروح لفاصل ونرجع بعد الفاصل نستقبل كابتن ناصر عباس، انتظرونا.